اوكي؟ فانت لما تيجي تسوي سيمينار العنوان عندك صوره تشير للعنوان هاي كلش مهمه. ثاني شيء محتويات السيمينار، واحده اثنين ثلاثه اربعه خمسه، حتى لما قابلك يعرف انت على شنو تحكي، مو اجي راسا اشرح بدون ما فهم، اوكي؟ زين البرايمري تيب هي نفسها الديسيدوال تيب. الايم او الغايه انه ليش اعالج البرايمري تيب؟ اول شيء اعالج اخلي حتى احافظ على السيت فانكشن، يعني ادي وظيفته اللي هو تشوين تاتين اوكلوجن. هاي اهم فقره انه ليش اعالج الديسيدوال تيب، وهاي قلناها انه حتى يبقى فانكشن حتى يحيي وقت شنو؟ وقت الاكسبوليشن، يحيي وقت شنو؟ الشيدنج مالتي، اوكي؟ وثاني شيء حتى احافظ على الاوكلوجن، اهم شيء الاوكلوجن. شغلات التقويم حتى ليس لانه الديسيديوز هم بتاثر على من؟ على من؟ على التقويم. فاني من ابطل فيرمننت تيب وتطلع قصدي ابطل ديسيديوز وتطلع الفيرمننت بوقت فيها حيبقى الاوكلوجن نفسه. تبقى الاوكلوجن نفسه. زين اعطني سؤال ببالي ولو ما سالتكم اياه. شو وقت يبدي جواب النمو؟ يا عمر شلون الجوي يجي منه؟ ست سنوات دكتور؟ لا سنتين؟ لا بعد منو يزيد؟ منو بعد؟ طف من الطفولة هذيك من الولادة شو وقت يجي يزيد طول؟ من الولادة هذا فيرتيكال ايش يعني؟ اي يعني هوريزنتال بوستيريال يبدي منه شو وقت؟ دكتور انا رفعت عندي بلا فرن انت تصعد بستة ونص بعد خمسة ونص لا لا ستة ونص؟ لا لا وصل 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 أربعة أربعة من يبدي عمره يصير أربعة ليش؟ لأن هو شو وقت تبدي من الديسيديوس؟ تبدي بالظهور مفروض بالستة وتكتمل كلها شو وقت تكتمل؟ ستة ونص تمام أوكي أبو أطفال يتأخروا الثلاثة فهو ورا ما يكتمل ظهور الأسنان اللبنية بعدين يبدي جوي المؤجدة حتى شنو يستوعب الداخل؟ عافية حتى يستوعب الاسنان اللي حتطلع لانه هو اذا صغير حتطلع الاسنان وين الداعميه البقيه ال 6 وال 7 وال 8 اللي ورا فيبدا النمو مالته بوستيريا اوكي هاي معلومه خلوها كبار دكتور ورا عيني الاماجور ايش تقصد به؟ نوت فولي فورم باركيكولار ذا روت ابيكس يعني ما متكون الابيكس ماله هاي الصوره عندكم اهم شيء بالسيمينار نقلل الكتابه ونزيد الشغلات يعني شنو الاوتلاين بس يعني انت حتى شنو تجلب المحاضر من تكتب شرح هواية حيدوخ صح لو غلط؟ ما حيفتح واذا عندكم صور اضافيه كلش تفيد بالسيمينار فهسه انا بدي اقول لك اماتشور هي الصوره فين؟ راسه تعرف انه الروت مو كامل الكراون كامل ما لنا علاقه به بس الروت مو كامل او في الابيكس لا رجعها شويه شنو صفاته او في الابيكس؟ من الروت وول يكون الروت مع الوول يكون خفيف لان بعدها ما طبقات الدينتين ما متكونه والسمنتا بعدها ما متكونه كامله متكونه بس خفيفه هاي صفاتها الاماتشور الانامول بعدها اللي بالكراون هم بعدها مو كامل اوكي؟ طبعا يعني كلها بس احنا بدنا نحكي عن اوبن افكس بدنا نحكي عنه زين الغاية ليش نسوي احنا نوت في تريتمنت للماجور للتوث اللي هو اوبن ابيكس شنو الغاية منها؟ ليش نسوي له تريتمنت؟ هو اوبن ابيكس احنا سيدة تجينا بالبيدو عمره بين 8 ونص لل 9 نسوي له اكزو بين 8 ونص لل 10 نسوي له اكزو صح لو غلط هواي شفتوا مو صحيح؟ بس اكو نوبات تحتاج نسوي له تريتمنت نسوي له اندو او نسوي له ابيكسفيكيشن سامعين باللفظة مال ابيكسفيكيشن؟ ابيكسوجينيسيس دولا مو جماعتي البقية توي رسام سامعين بيها؟ شنو الابيكسفيكيشن؟ موتيفيشن نسوي للابيكس الابيكسفيكيشن؟ لا ابيكسوجينيسيس نسوي لك شلون حتى ما زين وهم يعني احنا ليش نسوي حشو للتوت حتى يبقى فانكشن؟ هاي يمكن انتم حشوات يعني تريدون اشرح الوقت بالتكنيك تكنيك؟ اوكي ماشي واحنا جماعه اللي مو يعني شلون نختار التوث فور فايتال بالك ثيرابي فايتال بالك ثيرابي شنو هو؟ فايتال بالك
مؤثره. الكافيين فايتال دايركت دايركت تربط على فايتال فايتال كافيين دايركت اي سي دي واس شنو الفايتال بالثيرابي يلا طبعا طلبتهمي والاندايركت فقط بدون الدايركت طلبتهم طلبتهم هي ليش يعني تقول من نفتح تقول ديسيديوس ويطلع عندنا بليدنج يعني فايتال هذا يسموه فايتال بلب ثيرابي احنا اذا نعالج سن حي بعده ليش يسموه فايتال احنا اذا نعالج سن حي ما ميت اوكي اهم شيء ناخذ الهيستري حتى اذا نسوي بلبوتومي ناخذ الهيستري اوكي مو يقول لك بس عندي وجع بالاكل لا هذا عادي يعني انه وقت تشوينج من يصير عنده مول هذا مجرد انه احتمال كافيتي عاديه على الاكل بس يجيب نوبات عند البين يقول لك نايت بين بس without swelling without fistula يقول لك نايت بين بدون fistula or swelling اوكي لان fistula والswelling معناته شنو واصل شنو كريتيكال معناته اوكي يعني شنو التوث البالكر الورا فيقول لك سيفير توثك ات نايت يعني هي عنده كلش بين قوي والبين مستمر هذا جماعه البالباتون بين مستمر يعني مو بس بالاكل يقول لك حتى بالليل من نايم بدون اكل يوجع اذا نتفق انه بين مستمر وات نايت هذا فايتال بلب ثيرابي اوكي كمل وراها الكلينيكال ساين وسيمبتومز قلنا لازم ما بي لا فص ولا فيستولا ولا بري ابيكال نوبات يجي التوث بي موبيلتي يعني شنو اذا بي موبيلتي شكو انت اسكت انت وياني شنو إذا التوث موبيلتي؟ إجا دي اسمه من الموبيلتي يعني شنو؟ شنو؟ ريزوربشن ريزوربشن بس لا ايش مدريش ريزوربشن أخذتي لي اكس راي؟ بالاكس راي انت ما أخذ اكس راي إجاج بيشنت عنده بين ويحس السن مالته أعلى من بقية الأسنان وبي موبيلتي شنو هذا؟ لا شنو؟ عنده بري أبيكال عافيه عنده صاير بري ابيكال جوا السن فيحس شي يسوي السوالينج ينتفخ فيرفع السن ويصير بي موبيلتي فمن يقول لك بري ابيكال وبي موبيلتي يعني بري ابيكال يعني شنو بري ابيكال ليجن بس يعني ممكن يكون جوا بعد الاسم هلا هو جاء هذا واحد هذاك يجيك نورمال اكسبوليشن واحد اي بس ما يجيك هذا النايت بين ما يجيك نايت بين اي نعم صح النورمال اكسفوليشن باقي كراون ما يجي نايت بين صح ولا غلط لانه بس احنا بدنا يجي نايت بين مو صحيح اوكي يا سلام هلا هلا معلومات شوية في البداية بس البلك حسب البلك كونديشن حنعالج السن إذا فايتال شو نسوي له وإذا نان فايتال أوكي إذا فايتال عندنا شنو الاندايركت بلك كافي كلكم تعرفوها الاندايركت تعرفوها مو لو أكو أحد عندي ها آية وياي إذا أحد يعني عنده شيء خلي رأسه يزن بعد عندنا دايركت بلب كافي بلبوتومي بارشيال بلبوتومي ابيكسوجينيسيس النون فايتال توث يعني بفيستولا بيري ابيكال ديد توث نوبات التوث يصير ديد ليش صار كرونيك كاريز اي لا تروما اوكي بس نوبات يصير كرونيك كاريز صحيح كم مره يصير عنده بين وما يعالجه كاريز ما يعالجه فشو يسوي يسوي البروسيس ان للبلب بالتدريج فيكون السبب مو بري ابيكال السبب منين من الكيريز اوكي وصلت الفكره لو بحسك اسالوا اسالوا ترى ما بيها شيء فاذا نام هاي التوث يعني ديد توث يعني من تفتح التوث تشوف البلب ما يطلع عندك اي بليدنج اي شيء فبتستخدم اما كومبليت بلبكتومي وابكسفيكيشن وبلب بلازما ريتو بروتين هسه هاي الجديده اللي يحقنون بي ار بي يستخدموها تكنيك ديالها مال بي ار بي نفسها اللي يستخدموها للبشره نفسها اللي يستخدموها للبشره شو البلبوتومي بالانتيريور ولا كيف جبنا البلبوتومي بالانتيريور؟ قليل ليش يعني هو يصير؟ كمل كمل وراها
شلون شو يسوي لك اياها؟ بس شاهد لك اياها بعدين. انتظر انتظر يا معذرة، يا رواية فيها باحتمال يعني اليوم مو كلها كابل كابل جزء، وبعدين كان فيها شرح وايد. هو الفيديو هو حار يعني هو وما تحبوه ومزعج اقول لكم، بس بعدين تحبوه. ما رابي زين. بالنسبة للديسيديوستي هسه هذاك الكلاسيفيكيشن حسب شنو؟ إذا التوث فايتال أو نون فايتال. أكو تريتمنت إذا كان التوث ديسيديوس أو بيرمننت، يعني تقسيم. الديسيديوس اللي هي عندنا دائرة بالب كافيك والبالباتومي والبالباتوم. اليوم بيرمننت توث، إيش قلنا اليوم بيرمننت توث؟ من هي؟ وياي وياي. اليوم بيرمننت توث. جريمة يا. عارفين يعني من الدود ام ماتشور وياي دكتور صحصر يلا هذا كلاس شاي والله هو عندي على المحاضرات الجايه يسوون منا انا شاي وهاي هذا الصحصرون اي اليوم فير من الدود هو نفس الام ماتشور اللي بي اوبن ايبكس بعد ما بكتب اوكي لتريت ماده مان يعني ما في شنو اندايركت بالب كافيك والدايركت والبالباتومي هم نقدر نسويه اللي هو نفسه شنو البالباتومي نفس الابيكسوجينيسيس اللي قال السنه اللي فاتت هو الابيكسوجينيسيس هو نفسه كنا هو الابيكسفيكيشن هاي المناطق قد اندايركت بالب كافيك وين يسويها اندايركت هي اسمها اندايركت يعني مو مباشره على البالب يعني بعدك قريب البالب اوكي الدايركت شنو صار عندك بين بوينت اكسبوجر طخيته اوكي وبعد عندك البالباتومي هذه بالصورة تشيل كل البالب تشامبر البارشيال بالباتومي وعندنا الكومبليت بالباتومي احنا هسه بدنا نشتغل بالفيديو بارشيال ليش نسميه بارشيال؟ انتوا لا تجاوبون جوابات الفيديو الضيوف يجاوبون اي شنو؟ بارشيال بس وانت لا بالباتومي بالباكتومي هو معناته بالديسيديوس هو نفسه روت كانال بالبيرمننت توث بالباكتومي هو نفسه روت كانال تريتمنت بس بالديسيديوس توث نسميه بالباكتومي اوكي فالبالباكتومي بالديسيديوس توث عندنا قسمين بارشيال وكومبليت ليش نسميه بارشيال وليش نسميه كومبليت لا ما اعرف الدكتور شو اسمك ياسر ياس عندك انت شوية معلومات يلا ويانا شوية باي جلسي لين البالباكتومي قلت نوعين باشر والكمبليت يلا يلا على هدية جائزة يا رب بس مو انت ولا انت بحوص ولا انت يلا يلا ها نبيل سيف قصدي ها يلا البارش البالباكتومي ليش نسميه بارشيال؟ لأنه ما ماخذين اكس راي ما ماخذين اكس راي احنا ما واصلين للفول وركينج لين اوكي؟ بس ما نستخدمه ما نستخدمه للديسيديوس حاليا اذا نريد ناخذ اكس راي وابكس لوكيتر ونقيس نسميه كومبليت بالباكتومي اوكي؟ هاي موجوده يعني بالفيلم يعني هو نوعين خلون كتبركي؟ هايني؟ خلون كتبركي لو لا؟ لا بس اقول لك ايش وقت نقدر نستخدم كتابه هسه البارشيال والكومبليت بالباكتوم هي نفسها شنو قلنا احنا البالباكتوم هو نفسه روت كانال تريتمنت بالبيرمننت بارشي يعني هي فرق بس اكس راي من يسالك يقول لك ليش هذا بارشيال وليش هذا كومبليت يقول هذا بارشيال لان شنو ما اخذنا اكس راي هذا كومبليت لان اخذنا وعرفنا ايش قد الوركينج لين احنا هسه ندخل تقديري وصلت دكتور يجوز بدون اكس راي وصلت للابكس ما ادري شلون احسن شلون تحسب هيك ما ادري هو مو اوبن ابكس ديسيديوس تيوث يعني نحكي بالباكتومي بالديسيديوس تيوث بالباكتومي بليدنج اون بيبر موجوده بالكتب بارشيال وكومبليت دكتور هيك يعني ما يفيد اذا تدخل ويوصل يطلع هذا يسموه كومبليت اذا اخذت وركينج لين كومبليت اذا انت تقديري يسموه بارشيال ها دكتوره اثنينات الناجحات غير لو طبعا اثنين الناجحات لو الكومبليت لا لا اثنين الناجحات اثنين الناجحات يعني موجوده بالكتب دوروها وشوف ها
فاهمني؟ الاكسترا بارشل اي واحدة شارب مو مالت ارضة اولا اكس راي شلون حسيطر تاخذ لك؟ بس تجون يشوفون احنا معارف يعني مو مالت ارضة اي مو مالت ارضة الاكس راي بيدو يعني الا للضرورة تروما شيء وما تحصل على شنو دراينس حتى بالابكس توكيتر لازم دراينس صح لو غلط اي فهم ليش من خلوا بارشيال انهم غاية كان قالوا رأسين مثل الهاي صح لو غلط وتمام وصلت الفكرة لو عندكم بالشيء اسأل اسأل بساعيتي يعني ما حطيكم ترى كل التريتمنت اليوم حتى لا تل يعني تخربط عليكم. نجي على الفولف كابي اللي هو شنو قصدها كدوتا اقول اندايركت والدايركت فولف كابي اوكي يلا الاندايركت فولف كابي كلنا كنا نعرف شنو الاندايركت يعني مو قريبين من يعني شنو ايش باقي لنا ننظف الكافيتي اكثر شيء هاي نستخدمه بالبيرمنت تول ديسيديوس ما عندنا ترى لا دايركت عندنا اندايركت بس قليل ونسوي لكم اي لان اقول لكم اشرح لكم ليش بس الدايركت والاندايركت ترى ما كان ديفرنشيت بزن كامل سيل ها لان ديفرنشيت بزن كامل سيل هي المسؤوله عن نجاح الدايركت فبالديسيديوس يكون قليل لا مو هاي النقطه هسه من وصلنا اشرح لكم هسه خلينا نبدا نقطه نقطه هسه عندنا اول علاج بالك ثيرابي والدايركت بالك كافي اللي هو شنو ننظف الكافيتي بالبيرمنت بدي احكي هسه بيرمنت نظفنا الكافيتي وقعنا شويه كيريز سوفت كيريز اسوي يعني انظف كل ابدي التنظيف 100 من الوول وانظف الفلور يبقى كيريز احس اذا شلته حيصير اكسبوجر شو اسوي انظف ايش قد ما اقدر داير مداري قال يعني قليل اجيب اخلي دايكا فوقه زين يعني وانتظر ايش قد شهر ونص اوكي يجيني ورا شهر ونص اشيل الدايكال والتي اف اشوف صار هاردنينج ليش لان الدايكال شي يحفز شنو بروغنوسيس اي طبعا بس انت تزيد البروغنوسيس مالتك من عندك رابر دام جود ايزوليشن التايم ايش قد صار له يعني بحالة الاكسبوجر لا لا اكو لا اكو اكو احنا مشتغلين كيسات وخصوصا بالاعمار هم صغيره يعني عنده 6 ليش يعني بلاد سبلاي مالته قوي زين اي ومناعه والتوث هيلثي بعده يعني مو مثل الادلت البلك مالته يكون تعبان وبعيد اي فبيه نجاح لا احنا مسويه يعني هم من سووا هذا الكلاسيفيكيشن هذا قديم مو هسه بس قلت لك تعتمد على الفيلد ماتك ستيريلايزيشن رابر دام اوكي فانت هسه احنا نحكي على انه الدايركت عرفنا باقي كيريز يجينا ورا شهر ونص بدون ساين وسيمتومز مو يجيني بين وتندرنس وما اعرف شنو اكمل لا يجي مرتاح لا ساين ولا سيمتومز لا بري ابيكال لا موبيليتي نشيل الدايكال نشوف الكيريز صار هارد ننظفه يتنظف ما يبقى مو باقي الدايكل وخلي فوقه لا نفتح السين نشيل التيك نشيل الدايكل نشيل الكيرز نشوفه هارد اذا هارد نشيله ونرجع الطبقات ماله هذه دايركت هاي الاندايركت نجيك عندك الدايركت يعني شنو دايركت فولف كافي يعني صار عندك اكسبوجر تذكرون بالكليه كنا عندنا تروماتيك اكسبوجر نحفر الكافيتي نظيفه ونلح صار انفجار صير أزمة فهي الكافيتي نظيفة بس صار تروماتيك هذا نسبة نجاحها بعد أكثر بس تروماتيك شنو مو هالكبر بين بوينت إكسبوجر هم يعني أنت الكافيتي كلها نظيفة إذا بين بوينت إكسبوجر والبليدينج ميفل بروفيوز يعني مستمر فش تخلي دايكل الأفضل منه تخلي بايودينتين اللي يعطي نتائج أفضل إم تي أي كل شيء يعطي نتائج وفوق تخلي تريد جي اي سي حتى لتوقع تي اف وهم ورا شهر ونص تراقبه هاي بالبيرمنت تول اوكي هاي خلصت الفقره هسه عندكم اي شيء بها سؤال اذا رجع عند البيت تفتحها له خلاص فين يا رجال بين وتندر من شو هاي تفتح خلاص لو بدي يجيك تروما صدق انتيرير تير صار تروما يعني مكسور السن وصار عندك تروما إذا قلنا أهم شيء الوقت بالتروما من يجي خلال يعني ساعة نسبة نجاح أكثر بس إذا عدى وراء
اليوم 24 ساعة أو كم ساعة وصار صار تلوث المكان نسبة تجاهر كلش أقل. أهم شيء الثاني، أوكي؟ بس هاي فقرتين بتنمشوها هاي تصير وين دارت وإن دارت؟ بالبيرمننتو، أوكي عيني؟ الورقة هاي لا شنو هاي رجل؟ رجل وأنا شرحت. بس تشوفون ترتيب السيمينار أنا يعني ليش عرضت لكم يا أبدا أشرحها بدون هاي بس حتى الفقرة إنه شلون ترتيب سيمينارك تفيدك يعني. التكنيك هذا بس شرحت لكم إياه. خلي دايك بس يسأل أفضل شنو عندنا MTA بايو دنتي في الطينة داش كلش أحسن. أنت كم شرحناها؟ دائما التي في الزيت وكسايد اللي تعرفون بها يوجينون كلش إنه ترى هي مو مجرد بس حشوة. يعني من تخليها كتي كلش سدد تفرق لك من السمن الكامل. يعني من تخلي يعني الريدي ميد اوكي قالوا يصير تخليها للفايتال كول بس كسيداتيف التي اف الخبط كلش افكتيف لان هو اليوجينول ماده شنو؟ زقرفل سيداتيف مو صحيح عفوه فهي كتريتمنت شلون من تنجرح وتخلي هذه البلاستر عليها ايش حتسوي هاي اليوجينول؟ حتدخل بالدنتانا وتيوبيون وحتسوي شنو؟ هم يعني تسوي ستيريلايزيشن وهم يعني حتهدئ البين. يعني شلون كانه سد الجرح مالك بالدنتانا وتيوبيون وانت بتحفر حتقصها صح ولا غلط؟ فحصير كانه مكان مجروح فانت تريد شلون تسوي له سد الجرح؟ تخلي له يوجينول هو حيدخل داخل الكنالات وداخل وحيقلل البين. تبي يعني. دايركت هاي حقنا شلون نعرف انه دايركت بالك كافيت انه صار عندنا ناجح انه يجيك ما دايركت اللي هو شنو اكسبوجر يجيك ما عند بين راح لسبونتينيوس بين ما عند سوالك الفيتاليتي تيست اللي تعرفوها هي شنو هي؟ فوت احنا بالعياده ابسط شيء تقدر تجيب اي اداه شويه تحميها تخليها عدوتي تحس بس شويه وتشيله يحس انه احساس انه ها الحين جويت يعني شنو بعد الدوز فايتر هاي ابسط شيء اوكي ونوس والله يبقى الرادوغرافيك اذا تاخذ لي اكس راي تشوف ما في ريدي بلو سنسي ما في شيء يعني هذه اخلص بس يعني يجي على البامباتومي البامباتومي هاي هذا تقسيم همية البامباتومي وين اللي نستعمل البامباتومي مو جماعتي الضيوف بالباتومي إمن إيه ديسيديوس تو أوكي ديسيديوس تو نستخدم شنو بالباتومي إذا هذا التقسيم أقول يقول لك شلو بالباتومي اللي هو سيفت بالباتومي وديب بالباتومي الشلو اللي هو شنو هو من بالباتومي يشيل البالب تشامبر يجينا ديسيديوس تو عند نايت باي نشيل البالب تشامبر ننظفه تبقى نشوف نقطتين حمر حسب إذا دي مثلا الكنالات إلى الى اربع كنوات حسب يعني تشيل كل البالب تشامبر كل السوفت تيشو موجود بال هذا يسموه بالباتومي وهذا يسموه بايتا بالب كرام شنو السايم السيمتومز مالتها بس شو يقول لك هذا بارشيال لا هذا وين بالباتومي هذا يجي بصوره عامه يحكي على البالباتومي هذا يحكي على الديب بالباتومي ذاك البارشيال نشيل شنو؟ نشيل بس البالب تشامبر الديب بالباتومي ديب بالباتومي هو نفسه من هو البارشيال بالباتومي وصلت ولا لا؟ الشيء اللي احنا بدنا نسويه هذا السبب الشالو بالباتومي اللي يشيل البالب تشامبر اكو يسموه الثاني اللي هو ديب بالباتومي اللي هو نفسه شنو؟ الشالو البارشيال بالباتوم يعني وين نجي بداية الكنالات بداية الكنالات يعني سوينا بالباتوم اوكي تقريبا مو يعني مو كلش للمدر يعني بس الابي شنو الثلث الاول من الراديكولار باس يعني شلنا البالب تشامبر احنا نسيشيله ويظل هو فايتال بول ويظل عندنا مثلا بليدنج شوية ندخل بس بالبداية مال الكنال بس البداية الفوقانية مروة بتجيب شيء لو هو البداية لازم تلاقي زورة بس دقائق احنا بعد ما بدنا نحكي تكنيك احنا
بدنا نحرق فور بالكافيتي، بدنا ننظف بدنا نهيئها. هسه اجيت اي لا احنا بدنا نشيسها كافيتي، بدنا نحضر كافيتي التقسيم مالي. هسه التكنيك ها الانديكيشن مالتها بامب اكسبوجر برايمر كثير انديكيشن يجي فوق ال 8 مليون بس قلنا ما في لا فستولا ولا راي. يجي 2-8 مليون وجع قوي عنده بس مو فستولا ولا بريفيكولوجي الورق حتى اطلعوا من التكنيك. شوف سبونتينيوس بين مستمر هذا لا هذا كونترا انديكيشن، هذا اكستراكشن، هذه صوره اكستراكشن ما نسوي له بطاقه. اوكي كمل التكنيك شو يسوي؟ هذه هاي من هذا ايجاب كيريز، اول صوره منا ايجاب كيريز حتفتح تشيل البالب شامبر كله بعدين وراها انت قلت دراي كريزول، دراي كريزول هاي راحت هنخلي قطنا ودراي كريزول وفكسيشن راحت. ليش؟ لانه هو اصلا توكسيك يعني توكسيك فبطلوا يستخدموه. بالبوتيك البالبوتيك سوينا اياها الفيزيت بوحده بدال ما ننتظر فيزيتات اثنين فيزيت وحده اللي هو تخبطها شلون السميت وتخليها طبقة. بس احنا اتفقنا انه البالباتومي عبارة عن شنو؟ فايتال بالب ثيرابي للديسيدوس تير وهي نشيل البالب تشامبر كله الفور ونخلي بالبوتيك طبعا زين هني وراها نخلي جي اي سي لان الامالجام ممنع للاطفال والحوامل. يعني يقول لك نسبة الزئبق مرور العمر حتظل يعني تتبطر وتترسب بالدماغ حيسوي بعدين عندها هاي شغلات الزهايمر والنسيان والنسوان فعالميا يمنع. احنا هسه شغلنا جي اي سي بالنسبة للديسيدوس. هذا البابتو شلنا البالب تشامبر خلينا وراها المفروض انه من يشيل البالب تشامبر تتنظف الكافيتي تخلي قطنة في ووتر فيها نورمال سلاين سوي امه عافية حتى يشوف البليدنج وقف يعني مو نسوي له فيكسيشن بس نقلل نسوي له سكويزنج للبليدنج خلي بالبوتك طبقة ننظف العنبور ما يصير يصير بالبوتك عنبور بس للفلور وراها تجيب جي اي سي وطبعا هم بعده ريتينر المفروض احنا في كيسات اذا هو كوأوبريتيف نقدر اذا مو كوأوبريتيف نحاول بقدر المستطاع انه نخلي وبعدين نعدل نفسه نفسه هي على فائدة الفرصة من وين؟ لا شلون السمنت انت لو بعد احنا بدنا نخبط وياه بس يعني بابوات يصير بي سيتنج احنا بدنا نخبط على السلاب بدنا نستعمله؟ لا نستعمله بس يطول لا احنا مو نوع السيتنج يصير ونجيبها اذا تخلي لكويد طبعا احنا يصير يعني طابه قويه طابه قويه حطها يستعمل على السلاب يعني يصير بي سيتنج لا احنا ما نخلي سيت احنا نخليه شلون السمنت خابط سمنت عافيه تخليه بس بقول لك نوبات يبقى على السلاب يصير سيت يعني يا دوب لما نخليه ونرجع نبني سيت يعني ما يطول سيت ما يطول هسه لان انا ما اريد ادوقكم هسه بس بطلتوني الشرح نكمل لو ها لو دختوا هسه ما حكمل بس اريد ارجع معلومات هسه هي مجال للرجول لا اكيد اكو والله حد لا دكتور يعني رامي صدقك جاي ليش رحتي انت سالت دكتور مال ثلاث انواع او من السؤال يلا سوي مشكله بس خلينا نشوف ايش عندهم اسئله هسه احنا اتفقنا عرفنا انه اكو ديسيديوس البرايمري تيث واكو الاماتشور اللي هي شو نسميها الاماتشور يعني شنو؟ يانج بيرمننت تو لا تقول لي اوبن ابكس انت دكتور انت مو واحد من يسالك واحد من يعني اخصائيين يقول لك شنو الاماتشور مو تقول له اوبن ابكس غلط الاماتشور مو بس اوبن ابكس قلنا ثلاث نقاط دي الاماتشور اذا كنا نتفق شو نسميه؟ يانج بيرمننت تو اوكي شنو صفاته؟ اول شيء اوبن ابكس ثانيا عافيه ثالثا اي ما تشوري ما حفظتوها؟ انا بدي احفظكم بالي علاقه بعدين افتحكم زين يعني اذا انت طبيب من حيجي يسالك طبيب ثاني صار له غلط رحت برا رحت مؤتمر يقول له اوبن ابكس يقول هذا شنو؟ يعني تحكي كلمه لازم انت تكون واثق منها مو تمام؟ فهسه اقول لك اما تشوري تقول لي اياك بيرمننت تشوري يعني انت فاهم الفكره شنو صفاته واحد اثنين ثلاثه
اوكي هاي اتفقنا عليها زين. البلب ثيرابي هي ايش نقصد بيها؟ منو منو اسال؟ يلا طبيبات ما اعرف منو حضرتك منو؟ ايه مروه انا مسانين. يلا ترى ما يعني ايش نقصد بالبلب ثيرابي؟ انا من اقول بلب ثيرابي ده اسال واحد غريب اسال. لا كلمة بلب ثيرابي ما اريد تقسمين لي يعني ما داري التقسيم من اجي اقول لك شنو نقصد بالبلب ثيرابي. يا ما بيشترى مو دا احرجكم بس دا اضيف لكم بالعكس يعني معلومات اذا تشوفوها احراج ترى بطل يعني بالعكس بس اريد من احد يسالكم يعني انتم تجاوبون شيء علمي يعني فاذا ما تريدون انسحب تريدون فانسحب لو لا كملي كملي يلا جاوبي شنو بالك ثيرابي؟ يعني شنو هو تريتمنت اوف شنو؟ ان بليس اوكي؟ يعني كمصطلحات تظل ببالكم يعني اوكي؟ بالك ثيرابي من اقول لك كم نوع؟ كم نوع البالك ثيرابي؟ فايتال ونان فايتال لا تقولي دايركت ونان دايركت فايتال بالك ثيرابي ونان فايتال بالك ثيرابي اوكي؟ الفايتال بالك ثيرابي شنو هي؟ دايركت اول شيء لا من يسلم يقول لك بعد فايتال بالك ثيرابي قول له المن ديسيديوس لو بيرمننت صير انت دمن انت تحاجز قول له المن الياسين يعني احنا عندنا نوعين استاذ ديسيديوس لو بيرمننت هسه هذا ديسيديوس فايتال بالك ثيرابي صوتك على الاعلى شيلي كم ماما اذا تريدين حتى يسمع أنا داكي بالك ثيرابي إن من بعد البالك ثيرابي تمام. النام فايتال تون شنو البالك ثيرابي مالته؟ نام فايتال يعني شنو نقصد به؟ إنه شنو مو تقولي لي إنه سنان. شهد هم صوتكم عالي أنا دحين فوق فوق تعبكم عادي. النام فايتال يعني تود شنو؟ تود ديد. أوكي. نام فايتال يعني ديد توت شنو ديد توت يعني شنو هو نفسه نام فايتال اللي شنو اسبابه مو نكروتك جاز بالك جاز شنو نام فايتال تروما مثلا اذا يصير تروما يصير نام فايتال عندك هايبريميك توت هايبريميك تعرفوا لا لا هايبريميك يعني شنو انفليمد بالك مو بس الكورونا يجيك هايبريميك كل البالك انفليمد الراديكولار الداخل الروت والكورينري يعني بحيث من تفتح حتريد يوقف بليدنج ماكو زين تروما بيري ابيكال ليجن يسوي لك ديد تول بعد شنو قلنا الهايبريميك تول اوكي هسه احنا من نحكي خلينا نفسر الكلمه اللي حكيناها نام فايتال يعني شنو يعني ديد تول زين شنو اسبابه اسبابه واحد اثنين ثلاثه اوكي فهمت لهنا النقطه زين هسه بعد قلنا اما تشور عرفتوها بعد مني اسال منو اقول اما تشور تول او اقول شنو صفاته واحد اثنين ثلاثه رامي قوم اشرح البلبتو سوري اذا ما وجدتكم اياه يعني اريد يعني شكلك ما وجدتك اكيد هو ان البلبتومي نشيل الجزء الكورونال من البلب هو فايتال بالك ثيرابي ديسيديوس توت يشيل الكورونال تير الجزء الكورونال من البلب البلب شامبر ومرات شويه اذا يصير مثلا بليدنج ترى شويه هي تركاي يسموها غش يعني اكو ناس يسووها اكو ناس لا بس انا اسويها مرات بالهوت توت يشيل شويه من الكورونال بالاس اكس الدكتور طبعا ما ترضى بها سويتها ما ترضى بس انا اكو ناس يعني هي توقف البليدنج وتمشي الكيس امانه بس الدكتور هذا مو من هذا انه شنو هذا ايش حد سمي لا دكتور بس بالاس اكس اي هذا ايش حسمي؟ اي بارشال بالبتومي هذا البارشال بالبتومي
من الشيل بالريمر هذا يسمى بارشيال؟ لا بارشيال إيه دكتور؟ هذا بالبكتومي. هذا بارشيال بالبكتومي يسمى، مو بارشيال بالبكتومي. إيه يعني هو هو يضاف إلنا للبكتومي، ممكن تكون البكتومي أكو شيلو اللي هو سيفك ودي. سيفك بالانتيريور. كلها ما نعرف. الديب شنو؟ اللي هو ده يقولك أشيل شوية من الراديكولار بال. أوكي هذا تتحشيلي. هذا انا ذكر مو يعني هذا انت هذا يسموه ديب بالباتومي الاسم الثاني بين قوسين بارشيال بالباتومي اوكي احنا وش بالنسبه للماتيريال اليوز احنا دكتور تعرف حكيت مثلا تقنيه التكنيك من الشغلات اكو شغلات الماتيريال يوز هي ثلاث مواد الفارماكريزر سؤال قاعد دكتور احمد انه هي حط فارماكريزر بالقطنه 4 دقائق البلد يصير اسود وراها زنك اوكسيد شنال او زين يعني زينكينول يمي الكافيتا كلها هاي وحده اكل بلد بروتكشن هاي الاول تكنيك هاي الاول تكنيك هاي راحت الشغله الثانيه شنو هي البلد بروتكشن البلد بروتكشن نحطها شلون يصير مثل العلش احنا جماعه اثنين عفوا يعني مسوي مثل الاجو الاسقه وراها جلاس انمر فيلنج التوصل الثالث اللي هو اكثر سكسس ريت بالبلبوتومي اللي هو الام تي اي بلبوتومي الMTA بالبطن مش نسوي لما نحط قطنة سو أكو ناس بدو صوديوم هيبوكلورايد أنا أضرب بردام واحد شوي ليش أخذ صوديوم هيبوكلورايد؟ disinfection وتوقف البليدنج نحط صوديوم هيبوكلورايد أو نحط مثلاً الصلاين 4 دقائق إذا قف البليدنج 100% الصلاين كلش كاف نريد نعرض الإيدول هاي شغلات الصوديوم والسبايك إيه فاحنا النورمال سلاين تريد تسوي سكويزنج للبلاد نورمال سلاين قطنه تضغط عليها شوي اوكي نشوف بالثالب يوجا بحيث شفنا الاورفيسات الدم يعبر من اورفيس الاورفيس ونحط ام تي اي اكبر نسبه نجاح بالبلبوتومي هي الام تي اي البلبوتومي تقريبا هي 3 انواع بعد المضاده بعد المضاده هو الكالسيوم الفرق الفرق صافي هذا نبال بوتيك وبعد قطن زنك اوكسيد لا دكتور اوكسيد يوجينول الحشوه المؤقته هاي سيديتيف وهم يسوي فيكسيشن لان اليوجينول عنده مفعول كتري شلون نكوي شايفين يبون اكو نوبات عندهم نزل بالخير هاي هم احنا يوجينول يشتغل ككتر فبحاله ما عندك بالعياده بامبوتيك عندك حشوه مؤقته وخبط اوكي سويها عجينه وتخليها كلش تسوي فيكسيشن فعندك من ما قاعد دكتور عمي اما تخلون بامبوتيك ماكو بالبوتك تخلون زنك اوكسايد الحشوه المؤقته العاديه والام تي اي نقدر نستعملها بس الام تي اي ليت اكسبنسيف احنا ما نستخدمه لانه كلش غاليه واحنا ايش قد نشتغل باليوم وايد فيقول لك حتى بالمراكز ما تجيب هالهاي الشيء ما نستخدمه ك يعني بالبوتك ماتيريال لان كلش غاليه اكسبنسيف هل قد تجيب هذا فيخليها للشغلات مثلا او بالام اكس هاي سوالف يعني هو بالنسبه شو اسمه حسب ما شفت الارتكالات الام تي اي تقريبا الوحيد نسبه نجاحه وصلت 92% الى 100% عندنا شيء اسمه الفريكس سلفيت هذا هو في الدم البلبوتومي هو بثلاث انواع اكو ديفايتلايزيشن ممكن يصير فيكسيشن موت البلب فارماكريزول بلبوتوك لان الشغله الشغله الثانيه ريجنريشن اللي هو الام تي اي الام تي اي وين بالبلبوتومي؟ بالبلبوتومي الام تي اي ريجنريشن يسمى ريجنريشن؟ لا يسمى ريزرفيشن ريجنريشن فريكس سلفيت زين الفرق سلفيت نفس الفرق سلفيت يعني انا شفت يعني ما حد يستخدم بس هو ككتب مذكور يعني مذكور بس انت تحكي على العمل احنا من نحكي احنا من نشرح هسه محاضرات اوكي انت تريد تشرح محاضرات نشرح لك مال كتب تريد اكو اشكال مواد بس احنا حتى لا تدوخ وانت جد تشتغل وانت بيا دوله واللي نشرح اللي عندنا ما تدوخهم يعني كمحاضره ناس كمحاضرة مركز صحي بيشتغل العمل اللي نسويه. تروح بتروح تريد تشرح أكاديمي عندك دراسات بالكلية تقدر تشرح هاي السوالف البقية اللي تدوخون بيها صح؟ بس أنت اضبط الأساسيات اللي هي اللي إحنا دا نشتغلها بيدنا تطبع الدمامات مو تمام؟ أنا أقدر أجيب لك كوما أرتكلز أجيب لك كوما مواد أقول شنو مكونات مثلا الـ MTA شنو مكونات البايو ديتي بس حتطلع ببالج صح ولا غلط؟ بس انتوا هاي مرحلة التدريب مرحلة شنو؟ اريد اشتغل كلينيكال
فادور على المواد شنو اللي موجوده المتوفره عندي واشتغل بها، صح ولا غلط؟ تمام. هو جايب لنا معلومات كلش حلوه اكاديميه. ادفانس يعني. اي 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 هي موجوده بس احنا انا ما ادري اشتغلها. ليش ادوخك بها؟ بس انت من تعرفها تعرفها كمعلومه. اوكي؟ بعد كونترا اندكيشن. اول شيء راسلنا نستربل. انا مره من المرات جتني سنه في واحد زميل كان مسوي باربتومي، هو سنه نستربل متكسر، شلون الدكتوره عملت ارضه تستوى كيس؟ هو اوكي كساين سبتوم يعني يمشي باربتومي، بس هو لما استربل وين حيحطها؟ يعني انا مشيتها من الفلور تقريبا للبروب للوول طلع حد جنجر. فهو ايش سنه نستربل؟ ثاني شيء الجمعيه الامريكيه طب الاسنان الاطفال تقول اي سن اي سن بقاله سنه ونص ويوجا من بال يعني من الحلق اذا شايفين هذا التيبل مال شيدنج انطلقه اللي هو هاي بالضبط هذا نزلت بال 2021 اي سن يبقى بحلقه اي سن ديسيديوس يبقى بحلق المريض سنه ونص او اقل لا 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 نسوي له اوبراتيف لا نسوي بالبوتومي لا بالبوتومي اكس والقناه اسمها مال 2021 انه كان في سنه ونص لا سنه ونص يعني اذا عند البين يظل يتالف قالوا انزل إذا صار ريزوبشن، مين صار ريزوبشن؟ لو تربتش أنا قلتها بالأمريكان أكاديمية سنة ونص إذا بادي ريزوبشن نسوي إكزو بس إذا هو ما بادي عنده ريزوبشن ما بادي عنده ريزوبشن نسي هاي كونترا إكزو الى طريقتها هسه نعطيكم اياها بس هي البالباتومي هذا الكونترا انديكيشن هذا نون ريستربل ماكو تو ستراكشر هذا هنا عنده بين سبونتينيوس عنده اكيوت بالبايتس يعني هذا اللي يتوقع انه لو عنده بري ابيكال لو عنده هايبريمي يعني اجى ملايين الميل لا مسكن طوفان ولا شيفات هذا نتوقع شنو لو عنده بري ابيكال لو اصلا النكروتيك بار ديد يعني زين او عند فيستولا شوف حتى خليله بالفيستولا ايش خالني زين هاي عند ساينس وفيستولا هذا هم قبل وجوز قريب من الاكسبوريشن يعني شنو بادي بي ريزوبشن بروت هذا انت اصلا من حد حفره بدون يكون يصير بي موبيلتي لانه اصلا صار بي ريزوبشن تمام فهذا اللي كونترا انديكيشن الم للبالباتون صارت معلومه بعد سنة يطلع البيرمينت يعني جد عمره هو. مثلاً 9 سنوات وعند مثلاً الإي. وهي فينا. زين وتريدين تطلعين شنو الإي؟ بالتسع سنوات أو فقط. فقط. ها. إكزو. لا. لا هذا. رأسن إكزو. رأسن إكزو الإي خصوصاً الإي. هذا شوف مثلاً. رأسن إكزو. بيرمينت أو سيديوس. سيديوس. إي إي. لا هذا سيديوس هذا شوف مثلاً الروت ريزوربشن. مثلا بي ثلث الروت ريزوربشن اكزو اكزو بدون سبيس مثلا دكتوره اذا ما صار ريزوربشن بالروت واللي يعني الاهل يريدون يقلع مش هاي اكو فقره هاي بالافكس مال هاي انت تطيح تطيح صحيح انه يراد لا حشو شفت هاي اللي الاهل اللي يريد يقلع هاي تبقى على مسؤوليته بس انت تحكينا صحيح زين هو اللي يراد يقلع يجي عمر وقف معناته ما حيسوي لك سبيس مانتينر حتى لو تقولي له لانه هو ابسط شيء قلتي له سوي حشوه قال لك لا اريد اقلع انت ما تقولي له روح سوي سبيس مانتينر هذا المفروض يسوي له سبيس مانتينر اذا قبل يعني بعد ما صار ريزوبشن زين بس هو اصلا راضي يقلع طبعا السبيس مانتينر ما في داعي اقول له دكتور هو الاي اصلا يعني يوقع وكامل انتشار ابو فقره هاي هاي مال ايربشن يتعلمونها بيها الايربشن كلكم تعرفونه ها؟ ديسيديوس لو دي يا معود
الديسيديوس لا لا هاي جريمة هاي عليك فصل 13 هاي عليك فصل لا مش نحكي عن الانتيريور لا لا احنا الديسيديوس شو نحكي A B C D E صح؟ هاي عليك فصل لا لا أبل مو فصل عليك اي عندي شو دي اكسبوليشن عمره كبير لازم هو عنده 4 و5 اي اذا بلا بار 9 8 الى 9 تمام تمام اي بالله واحد نفسه تقريبا هو ترى اشهر فرق يعني البيت تختلف عن الولد لا دكتوره بس انا المشكله بدي اشوف الكناين بالله بالابر 13 بس بالله بالابر 12 13 12 لا 13 اكثر شيء 12 لا لا من الاخر 13 جوا دكتوره ايناس مو ايناس جوا دكتوره بالعشره انا شايف كيس طالع عندك يطلع يطلع زين البيت تختلف عن الولد لو لا يا ولد طبعا طبعا اسرع البنات تمام بس الابر كان بال 12 اليوم جت توهق هاي يرضى لك يرضى لك هسه الاي خلينا نحكي على الاي لان الاي مهم من هي الاسنان اللي تصير كونجنتال ميسنج شافوا الكونجنتال ميسنج يعني اصلا ما عندهم يجوا للدنيا ما عندهم لا عافية لا ترى بعد منو؟ لا ترانسايزر منو؟ لا ترانسايزر قالت قبل كوغا هذا خلص كناين لا انت صار عليك صار عليك كثير فرد ليش؟ اوكي هل نحكي لك منو؟ عندكم الايت اكثر شيء؟ ايت اللاترال افر لاترال زين عندك بعد منو الفايف الفايف انت عليك صار اثنين نقطتين يقول لي الكناين شلون 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 هاي عليك لا الشاك لا هو الثيرد مولا الثيرد مولا اكثر يجي ورا الاي ورا اللاتر مو احنا هسه نحكي لك بالعياده بس نشوف الكيشن احنا دا نشوف انت وين شايف انت يا اخي انت جايب الفيديو ما شايف انت مو بالفيديو انا اول روت اليك اي العدله تحكي تعال انت وقت لا هذه هي تجي بالايت وبعدين عندك الفايف بعدين اللاترال نسب يعني احنا هسه نشوف بالاي اجانا اي امور مثلا تسعه دائما الاي نكون حذرين ناخذ اكس راي البنات نوبه بالتسعه نطلع لها كلش سريعين البنات فالاي نكون حذرين دائما ناخذ اكس راي ناخذ اذا استربل اذا نار استربل هو اصلا ريتين طلع في سبب ناخذ اكس راي نشوف موجود الفايف ريزوبشن بدا بالاي نطلع نوبات الفايف مو موجود فشو نسوي بالاي نسوي له اندو حسب الاصول مثل الاداب وكتب يركي وتحشي وتبقي بس يبقى حتى العمر كبير بس يبقى عنده ركوج لا لا منو هو غير شلون يسوي الروت ريزوبشن اكو دود جوه يريد يطلع يحك بالروت مال هذا ويطلع صح اذا هو ماكو شلون ريزوبشن بس يصير عنده ركوج لان هو كامل النمو ماله والاسنان الدائميه تصعد فاللي نكون حذرين وياه لا كنت غير تحشي لا اذا كانوا يشتغلون كان عندك كيت وكان نسيت باقي من عندك
سهل كلش سهل الستانلس ستيل كراون. دكتوره سجى يمكن عندها سيمينار 15/9 على الكراونات ما جاي اليوم. حلو شغله. يعني مو مثل الادلت الكراون بريبريشن كيلو كلوجر وميجر وديستالي وكلش قليل يعني نص الى اقل من 1 متر. والكراون هو نفسه بوصل لازم يعني تقعد على القياس. لا لا بطول يصير لازم تسوي الطول طول مو العرض. كطول يجي طويل فد قصة وتسوي له سموثينج وتسوي له سيمنتيشن. بتخلص لاخذ انا شو اسمه الجيستن عند لاسلستنس ستيكرام سن الجيسنت يعني اذا اخذ اضرب الجيسنت فيها عشان تايت كونتاكت. ليش؟ تايت كونتاكت يعني هو مين طريقه تقدر تخلي بعض الطير سويتها بالبير الطير تتعود شوي شوي تاخذ شوي طير اذا كان عندك ريف بالانتيريور انتيريور حددي بيرمننت الرستيت كيريز اي باقي يبقى اذا رست لا لا هسه لان انا واضحه البلبتومي والدايركت والدايركت نوعدكم في شيء اوكي انا محل اليوم ما حكمل هالثاني اريد هاي المحاضره الجايه شو اسوي اسالكم بس اللي ما يعرف علي غرام كل من يحضر شغله لا كل من يحضر شغله هسه واضحه اكو شيء انت بعد لا تجي انت مشكله لا لا انا بالعكس وياك اي عندكم اي سؤال شيء مفهومه لو صارت بوسه فهمت زين يعني اجل ان شاء الله اذا الله فكانا طيبين نحكي لكم على البالباكتور هسه البالباكتور صار واضح ان شاء الله مره نروح نحكي عن البالباكتومي وراء افكسوجينيس ابيكسفيكيشن بعدين البالب ريجنريشن يوم عندك بي ار بي وان شاء الله يعني اي سؤال عندكم سهله بعدين يربشن عندنا همينه سوالف همينه اوكي يلا شكرا جزيلا لكم.